اه هي دي الجزيرة اللي بتفضل ترقص، بس دي بقى المهمة يعني انت كنت بتعمل هايست او سيت اب صغير، لا دي بقى الهايست الكبير يابا. انا فاهمان برضو، خلي بالك وبزود وبشوف بس اصحابي، عايز يستر فلوس كلها والله ممكن اديها لك والله، وتوز في العيال وتوز في اللي يشدد لهم. يلا انا يا عم راجل مرتشب. عايز تلبس ايه يا مصطفى؟ ايوه زي ما انت كده، لا انت بورسعيدي ولا ايه نظامك كده مصطفى؟ احب افكرك واقول لك ان لو موت مش هترجع، فسيف يور لايف، جايب لكم في طياره بص اف اكس اح اوف، لما تنزلني معاك يا اسطى. الحمد لله بفضل الله دي تالت مره اعمل المهمه وافشل. بس يا مصطفى انزل بقى هنا، ما انا جايب بيضربوا عليك ولا ايه؟ لا بقى انتوا بتهزروا، احنا مكشوفين يابا. عايز تطلع على البرج؟ لا اضرب اللي على البرج. اضرب اللي على البرج. هو في ناس على البرج؟ لا يا عم انا هنزل على البرج. انت قلت لي هننزل فين؟ اسم الله عليك، اسم الله عليك يا اخويا، انا لسه هطلع على البرج يا اسطى، احاول اقنص ميتين يا ابو. خد دماغك، ايه الشغل ده يا عم؟ تقعد بقى، ما تقعد بقى، خد في القلة وانت ساكت. احيي على دماغك جامد والله، والله العظيم انا زهقت والله، موت موتة قذرة. خش 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 وانا هخش بعد. نعمل بقى الخطة، انت عايز خطة ايه دلوقتي؟ هنقف على نفس السلم ونضرب. يلا شوف. اوعى بومباستيك. هو الالي جاي، الالي اهو، الالي اهو، عماله بيجري كانه بيجري من بلديه كده. اهو مفتاح تاني اهو، انا جبت مفتاح تاني اهو. حلو حلو حلو، عايزين خطف يعني، مش عايزين يا اخي، القناص اللي معايا بتزغزغ. يطلع بس خلاص، يلا اللي بعده. يعني انت واخدها هيد شوت ومش عاجبك؟ بس خلاص شكرا. هو تحت خلاص يا مصطفى، انا خدت. ايه ده، استنى هما جايين ولا؟ استنى 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 يابا، استنى استنى، وراك وراك يا مصطفى، وراك وراك. واحد اتنين تلاتة، يلا عاش. يعني المفروض نلم ايه؟ لم انت طب، عشان مش لاقي حاجة. الواد يا اسطى اهو، يلا يلا الواد نزل نزل نزل. تعالى يا مصطفى، هو تلاقيه لسه ما فتحش بحاجة. يلا يا مصطفى، كيف البصة؟ في لوحة يا مصطفى، المفروض بقى نهرب تاني ولا هنطلع نجمعها؟ هنجمع بقى كل اللي تلاقيه بقى، جمعه، انا مش عايز اجري. ايه ده، في بتاع اهو شايفها؟ تعال تعال بسرعه يا مصطفى، يابا الوضع يفتحها معايا، انا معايا مكان اصلا، ما خدتش حاجه. اه بيتي هو هيحطها بقى يا راجل. تعرف تركب ورا؟ ديله. طيب اضربه، انتوا مستنيين ايه؟ ما انا كمان اقدر اضربه تصدق. عالم، لا اعدل، لا ما في دعوه، ما تضربش اعدل. لا 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 لا، هيتفجر هيتفجر هيتفجر. انت قدامي يا عماد، والله يا اسطى اتزرقت. الواد نط، الواد نط يا حيوانات، مات الشنطة. فمه خلاص، اقف اقف اقف، انزل اجيبها يابا انت. يلا خش خش خش، سيبك منه سيبك منه، بتفم الواد. الله يا دي بتنجز، امشي امشي مش بتمشي يا عم، بطيئة قوي. اضرب 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 اي حد، بطيئة يا اسطى. انا اصلا قبل ما انت تركب، انا اسف، ارجع يا ام عم. سوري ام سوري. انت راكب بره ازاي يا ابن اللعيبه؟ جني ايه ده، انت كويس يا مصطفى؟ انا هاتي من اول الهروب كده يا سواق يا شاطر. يا عم سيبك من الطياره، خلاص قربنا نوصل. الطياره دي مش هتتفجر كده كده، افجرها ازاي بالبيستول يا عم؟ سواق انت بالله عليك يعني، وانا طايله انت هجيبه لك انا يعني؟ بس صلي على النبي، اقعد ساكت. في حاجة في التاور يا اسطى، فرع البرج، ايه ده؟ فرع البرج. ايه ده انت، احنا فين؟ انا ليه شايفك بتتحرك يا جدعان؟ بيقول لك حد يعملها عشان هو مش عارف، اعملها انا. ايه ده يا اسطى، انا مش فاهم حاجة، معناها ايه؟ اه فين؟ بس خلاص انت اه. ايه ده، انا خلصت خلاص. ما انزل تحت، انزل تحت، لو 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 تك، خلي بالك التك كتير يا اسطى على البحر عادي. اه خلاص الحمد لله، بيقول لك اهرب يا عم. خلاص فعلا احنا خدنا الفلوس، هنعمل ايه تاني؟ هنهرب. هو سرق عمه؟ مين عمك؟ بس اللي هو عمل حاجة بروح أمه يعني، ما عملش أي حاجة، فلوسك يا دي. إيه ده يا اسطى؟ إيه الظرف الصغير ده؟ ممكن يكون عندهم الورق 20,000. 20,000 مين يابا؟ إحنا مدينهم 3 مليون. لا يا حاجة، ده مين يصرف حاجة؟ لا يا حاجة، اللي أنت جايبها ده يا حاجة، ما تنبرهاش كده. أنت ضحكنا عليه ولا إيه؟ إلحق بص التوستاية بقى، تطلع دي مش أمه. إحرق الورق؟ حرق الورق يا اسطى. بعيد عني يا مرة، أنا مش مطمن. إيه ده؟ إيه ده؟ يا نهار اسود، يا نهار اسود، اللي انا شفته ده.